نذهب الآن إلى محافظة المنوفية وتحديداً قوسنا، حيث ينضم إلينا الزميل كريم رجب مراسل إكسترا نيوز. أهلاً بك كريم. تحياتي لك ياسر. يعني هذا المعرض الذي نتواجد فيه الآن هو واحد من بين 12 معرضاً في محافظة المنوفية. هذه المعارض تنتشر في 10 مدن هنا في هذه المحافظة. يعني هذه المعارض أيضاً بتخدم حوالي 4.5 مليون نسمة، هم سكان إجمالي سكان محافظة المنوفية، وبالتالي هناك ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في هذه المعارض. نحن نتحدث أيضاً عن ما يقرب من حوالي من 5 إلى 6 أطنان من الأرز يومياً في هذه المعارض، بالإضافة أيضاً إلى 2 طن سكر، فضلا عن من 200 ل 300 كرتونة من الزيت بأنواعه المختلفة. كل هذه الكميات يتم ضخها يوميا في هذه المعارض حتى يتم تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية، وخصوصا أن حجم الاستهلاك من هذه السلع يزداد كلما اقتربنا من شهر رمضان، وخصوصا أيضا أن كان هناك إحصاءات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقول أن حجم استهلاك أو نسبة استهلاك المصريين من السلع الأساسية بيزداد مع قرب حلول شهر رمضان بنسبة 150% تقريبا، والنسبة دي يعني أو حجم الاستهلاك ده بيكفي لي يعني في الشهر ده بيكون يكفي لثلاث شهور كاملة من شهور السنة، وبالتالي كان هناك خطوات استباقية من جانب الدولة لإقامة مثل هذه المعارض حتى يتم ضخ هذه الكميات الكبيرة من السلع، وبالتالي تتوافر هذه السلع في هذه المنافذ في كافة المحافظات، بالإضافة أيضا إلى حجم التخفيضات والذي يسهم بشكل كبير في توفير جانب أو هامش من الميزانية المنزلية الخاصة المخصصة لهذه السلع الغذائية، يعني خصوصا في هذا المعرض الذي نتواجد فيه الآن. يعني حجم التخفيضات فيه بيبدأ من حوالي 15% وبيصل في بعض السلع إلى حوالي 40%. الأسعار هنا منخفضة، كيلو الأرز بيبدأ من حوالي 15 جنيه والسكر بيبدأ من 15 جنيه، فضلا عن الزيت بأنواع المختلفة يبدأ هنا من حوالي 35 جنيه تقريبا لزجاجة الزيت. كل هذه السلع وكل هذه التخفيضات تقدمها الدولة للمواطنين مع قرب حلول شهر رمضان، وأيضا حتى يتم تلبية احتياجات المواطنين، وخصوصا أن كان هناك خلال الأشهر الماضية كان هناك محاولات من جانب البعض لاستغلال الأزمات الاقتصادية العالمية ونقص الغذاء، وبالتالي كان البعض يحاول استغلال هذه الأزمة حتى يحقق الكثير من المكاسب، ولكن الدولة استطاعت بالتعاون مع القطاعين العام والخاص وأيضا السلاسل التجارية الكبرى ومن إقامة هذه المعارض وضخ الكميات الكبيرة من السلع، بالإضافة أيضا إلى الاتفاق الذي تم مع الغرف التجارية في كافة المحافظات حتى يكون هناك يعني تعاون والتزام من جانب البائعين أو جانب التجار بالأسعار التي أعلنوها مسبقا، بأن يكون هناك تخفيضات ملموسة يعني يشعر بها المواطن المصري، وبالتالي يتحقق مبدأ المسؤولية المجتمعية بالنسبة للقطاع الخاص وبالنسبة للتجار كبار التجار حتى يكون هناك تخفيف عن كاهل المواطنين لا سيما في هذا التوقيت، ولا سيما أيضا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا تزال أثرها السلبية الاقتصادية تعم على العالم بأثره. إذن الإقبال هنا يبدو كبيرا في هذه اللحظات ياسر، وهذا المعرض يفتح أبوابه من بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء. كل المواطنين يأتون إلى هنا، الكل هنا يعني يحصل على ما يحتاجه من كافة السلع المختلفة بالكميات التي أيضا يحتاجها، لا يوجد تقييد من جانب التجار هنا أو من جانب مسؤولي المعرض على المواطنين الذين يأتون هنا، فالكل يأتي لكي يعني يأخذ ما يحتاجه أو يعني يلبي احتياجاته من هذه السلع بالكميات أيضا التي يريدها. كان لنا بعض التساؤلات والأحاديث الجانبية هنا مع بعض رواد هذا المعرض حول مدى توافر السلع وأيضا حجم التخفيضات الذي يتواجد هنا في هذه المعرض، وكانت الإجابة أن السلع تتوافر بكميات كبيرة وأيضا التخفيضات هنا تبدو ملموسة، وبالإضافة أيضا إلى أن هناك مقارنات تتم بين ما يباع هنا وبين ما يباع في الأسواق الخارجية، وبالتالي كان هناك يعني إشادة بما تقوم به الدولة حتى يكون هناك يعني توفير
أو جزء من مخصصات الميزانية المنزلية للمخصصة للسلع الغذائية، وخصوصا مع الاستهلاك المتزايد في هذا التوقيت. إذن يعني المسارات التي اتخذتها الدولة ياسر من أجل يعني تلبية احتياجات المواطنين من السلع هي مسارات يعني لاقت إشادة كبيرة من جانب المواطنين، فضلا عن أن الدولة استطاعت أن تضبط إيقاع حركة الأسواق فيما يخص توافر السلع وأيضا جودة هذه السلع والأسعار التي يتم بيع بها هذه السلع. إليك ياسر. إذن شكرا جزيلا لك زميلي كريم رجب مراسل إكسترا نيوز من محافظة المنوفية. مشاهدينا الكرام، من محافظة المنوفية